ان ميسي دلوقتي قدامه ثلاث حاجات بالظبط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعت لكم بقى في فيديو جديد، والفيديو هيتكلم النهارده عن كلاسيكو الثأر ما بين ريال مدريد وبرشلونه، وانتصار ريال مدريد على برشلونه بنتيجه 4-0. هنتكلم رمضان يا جماعه وصلت للدرجات دي، نتكلم عن كل اللي حصل في الماتش، وهنتكلم برضو سريعا كده في الاخر عن عودة ليونيل ميسي الى برشلونة. عود ليونيل ميسي الى برشلونة وينهي مسيرته هناك في نادي التاريخي والنادي بتاعه اللي من زمان. فعلشان عندنا كلام مهم، خليك مع الانترو وما تنساش تصلي على النبي. ما احنا شفنا كده يا جدعان، ريال مدريد انتصر على برشلونة بنتيجة 4-0، ونتيجة ريال مدريد ما بيعرفش يعملها قدام برشلونة كتير، لان ريال مدريد لعب برشلونة الموسم ده 5 مرات يا جدعان. لكن تخيل ريال مدريد لعب برشلونة 5 مرات، خسر فيه 3 مرات وكسب مرتين. لكن يا جدعان اهم 3 بطولات في الموسم هما الكاس والدوري ودور الابطال، فبالتالي برشلونة خلاص ضمن الدوري بتاعه بهو، وريال مدريد كالعادة بينافس بقى على 2 بطولات وهما دوري ابطال اوروبا وكاس ملك اسبانيا اللي هيلعب النهائي قدام اوساسونا اللي صعد على حساب اتلتيكو بالباو. وكده نهائي كاس الملك قدامنا ريال مدريد واوساسونا، خلاص يا جدعان اتحددت خلاص. ولكن بقى تشكيلة ريال مدريد انا اول ما شفتها يا جدعان كده زهقت، زي تشكيلة برشلونة، هي نفس التشكيلة اللي بدأت خلاص الماتش اللي فات، بس تشكيلة ريال مدريد بقى لاعب بكامافينجا باك شمال. قلت بقى خلاص يا جدعان الصراحة يا كامافينجا كباك شمال الواد بيأدي الصراحة وبيعمل أداء ولا أروع. ولكن اللي عجبني في التشكيلة ديت هي رودريجو. أيوة كده يا عم، أنشيلوتي كان عايز إيه من مشجعين ريال مدريد أصلا؟ أنشيلوتي كان بيلعب الماتش اللي فات بتاع برشلونة بتاع الدوري بكارفاخال هافن جدعان. فالفيردي بقى ويوم جاي منجنح لك فالفيردي ناحيه فينيسيوس وينقل اللعب كله على فينيسيوس وبرشلونه، وكل الناس عارفه وكل الجماهير عارفه ونازله ومتاكده ان فينيسيوس الريال هيلعب عليه. ولكن الماتش ده كان فيه تنوع كده، كان فيه تنوع من ناحيه اليمين وناحيه الشمال، رودريجو سريع برده وفينيسيوس سريع برده. لما اتكلم عن الماتش ده هدي لكل واحد حقه، لان برشلونه حرفيا لعب ماتش الدوري بطريقه كويسه وعرف يكسب ريال مدريد وعرف يضمن الدوري. ولكن الماتش اللي قبله بتاع كاس الملك كان متكافئ الصراحه، ولكن جون كده وقت من كارفاخال حطها في نفسه لما الخبط اتضربت كده ودخلت جون. وطبعا بقى ماتش السوبر وقبلها كان ماتش ريال 3-1، ولكن الماتش ده ريال مدريد حرفيا كان حاطط برشلونه في جيبه. الماتش ده هو بالنتيجه 4-0 كان ممكن يزيد كمان حرفيا، يعني في الشوط الثاني كان ممكن يزيد قوي 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 كمان. ولكن ريال مدريد وبرشلونه كانوا متكافئين في الشوط الاول، وطبعا من جون لبرشلونه الى هجمه مرتده تدرس. هو ده اللي انشيلوتي قاعد علشانه في ريال مدريد، الهجمات المرتده، لان انشيلوتي حرفيا انا خلاص على راسي من فوق اللي عملوا كل حاجه. ولكن خلاص يا جدعان ريال مدريد عايز تجديد في المدربين بعد الماتش ال 4-0 ده، هتلاقي تجديد انشيلوتي على طول يعني. فانا مش عارف والله اللي هيحصل لانشيلوتي ومستقبله مع ريال مدريد، وزي ما قلت لكم في البرازيل وبتاع، ولكن هنشوف اللي هيحصل. مرتده ريال مدريد رودريجو جه على طول خد الكوره من اول ما اتصدت من كورتوا رجعت كده، لان رودريجو خدها وكان كويس قوي المدافع، بعدين اداها لفينيسيوس جونيور، وفينيسيوس جونيور اداها لبنزيما، وبنزيما رجعها تاني لفينيسيوس جونيور بعد ما فينيسيوس جونيور فضى مساحه لنفسه بطريقه، بص عمل نفسه يخش، بعدين قام جاي واقف كده على طول لقى بنزيما بيبصها له، هو كان هيضيعها والله يا جدعان، كان فينيسيوس هيضيعها، ولكن بنزيما جه اكد عليها والجون اتحسب لفينيسيوس جونيور. ده كان اول جون في الشوط الاول والجون اللي فتح، وعرفنا بقى ان برشلونه مش هيعرف يعمل حاجه. اخو الماتش ده ما كانش عارف يعمل حاجه قدام فينيسيوس، كان فينيسيوس واخده كده ورايح جاي. الماتش ده اروخو ما جاش قدام فينيسيوس جونيور، والماتش ده فينيسيوس جونيور كان عالي قوي قوي قوي، ولكن فينيسيوس جونيور عيبه حاجه واحده بس، انه بيشعلل الماتش من غير اسباب كده، الواد تحسه حراق كده بيعمل حاجات غريبه والله العظيم. فينيسيوس جونيور ده ممكن ينطرد بسببها، وممكن يخلي اللعيبه تبصوا حرفيا. فينيسيوس جونيور كان النهارده رايق قوي قوي قوي. يا جدعان بنزيما عاد اليكم بفورمه شهر رمضان. ايوه انت تعرفش في شهر رمضان بنزيما بيعمل ايه؟ هلك سر عند الله يا ابني.
ينزل في شهر رمضان ينفخ الخصوم كده في ماتش بلد الوليد وهاتريك قدام برشلونة في الكامب نو ونصف نهائي كاس الملك. وطبعا بعد كده في تشيلسي. يعني يا جدعان الفرق اللي جايه قدام كريم بنزيما في شهر رمضان عليها ان تحترس، لان بنزيما ياخد التمرتين يا باشا وبيجي بقى يفطر على الرجاله هنا في الملعب. يعني فبنزيما في فورمه شهر رمضان عاليه قوي 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 لحد دلوقتي. يعني الشوط الثاني بقى ريال مدريد مسك كرة على برشلونة، وأول مرة أشوف برشلونة ما بتعرفش تستحوذ وتلعب اللعب اللي هي بتاعها. الريال المرة دي ما سمحش لبرشلونة إنه يستحوذ على الكرة، لأن برشلونة لما بيستحوذ على الكرة بيبقى خطير جدا جدا. ده اللي حصل مع ريال مدريد الماتشات اللي فاتت، كان بيخلي برشلونة هي اللي تستحوذ على الكرة وهما اللي يرجعوا يدافعوا. يا جدعان كده غلط. لما تمسك كرة على برشلونة وتفاجئهم بالمرتدة وتسرع رتم اللعب، بتسرع رتم اللعب. وأنا بالنسبة لي يا جدعان هتنينا أقول كروس ما عادش ينفع يبدا في ماتش فيه لعيبه شباب تاني. خلاص كروس كان اوحش لاعب في الماتش النهارده. كروس ده من النوع يا جدعان اللي انت لما تبقى مثلا كسبان 2-0 ولا 1-0 تقوم جاي منزله يمسك رتم خط النص كده لانه خلاص كبر يا جدعان. ولكن مودريتش وفالفيردي ويا جدعان بصوا كامافينجا في الباك الشمال عالمي، احسن من ناتشو ومندي وهو مش في مركزه اصلا. كان قطع ميه ونور حرفيا في ناحيه الباك الشمال ديت، عمل اداء ولا اروع واداء غير متوقع من كامافينجا في ماتش كبير زي ده حرفيا. يعني فيا جدعان بجد كامافينجا كان عالي النهارده، وفالفيردي كان عالي النهارده، وفينيسيوس جونيور وبنزيما. بنزيما الاثنين دول يا جدعان ثنائيه خطيره جدا جدا. فينيسيوس جونيور بالمهارات بتاعته وبنزيما بالفينش بتاعه، وخصوصا في الشهر اللي احنا فيه ده، اي حد هيلاعب ريال مدريد ايا كان بقى المدرب عليه الحذر. لان ريال مدريد زي ما احنا شفناه الماتش ده كان فيه سرعه في الاداء وسرعه في الريتم وسرعه في تحريك الكوره، وكان الماتش ده يخلص كمان باكتر من النتيجه اللي عليه اللي هي 4-0 دي. كان ممكن يخلص كمان باكتر من كده، لان اسينسيو لما نزل وفينيسيوس طلعوه بره على طول عشان المشاكل اللي كان هيعملها، جات له كوره ما عرفش يخلصها يا جدعان، ما عرفش يخلصها، وكان الماتش ده هيخلص اكتر من كده حرفيا. ريال مدريد الماتش ده علم على برشلونه جامد جامد جامد. لكن يا جدعان طول ما انشيلوتي موجود في ريال مدريد، ريال مدريد هيعاني قدام برشلونه. برشلونه الفريق الوحيد اللي الريال بيخاف منه، ولكن لما الريال يمسك كوره وما يخليش برشلونه تعمل الاسلوب بتاعه ريال مدريد بينتصر. وريال مدريد برضه عيبه يا جدعان انه بيضمن، فريق بيضمن. يعني لو كسب 2-1 من انه هيروح نهائي الكاس مثلا خلاص كان ممكن يقف على كده، ولكن انشيلوتي انا اول مره اشوف منه المخاطره دي انه يهاجم برضه، ومهما حصل يهاجم وينزل لحد الدقيقه 70 كان بيهاجم وكان زانق برشلونه هناك الناحيه الثانيه. فغريب اول مره اشوفها ديت يا جدعان من ريال مدريد. مدريد يبقى كسبان 2-1 مثلا وما يضمنش، لان ريال بيضمن دايما، بتلاقيه كسبان 2-1 1-0 3-1 مثلا قدام في ماتشات الكلاسيكو. يعني عموما مش دعوه بالماتشات اللي بره، في ماتشات الكلاسيكو عموما هو فريق بيضمن كده، تحسه زي ما قلت لكم بيخاف من برشلونه. كان اداء ولا اروع من ريال مدريد. مدريد الى نهائي كاس ملك اسبانيا، للجماهير عايزه كاس ملك اسبانيا ده اهو عن دور الابطال صدقوني. يعني غايب قوي ريال مدريد ما خدش كاس الملك ده. فيا ترى دلوقتي ريال مدريد قدامه بطولتين، يعني كدلوقتي هما لان الدوري خلاص راح لبرشلونه، هما كاس ملك اسبانيا زي ما انا قلت ودوري ابطال اوروبا. فهنشوف ايه اللي هيحصل في قادم المواعيد. فده كان كل كلامي ورايي انا الشخصي عن مباراه الكلاسيكو اللي استطاع فيها الريال الثار من الكلاسيكوين اللي فاتوا دول ولا والثلاثه بنتيجه ولا اروع قدام برشلونه. وكده نتيجه الموسم ده 3 ماتشات لبرشلونه قدام ماتشين لريال مدريد. يا جدعان ده كان رايي، اهم حاجه من رايي هو رايك انت في الكومنتات. يا جدعان ليونيل ميسي دلوقتي قدامه 3 حاجات بالظبط. الهلال قدم له عرض ب 400 مليون وبرشلونه مش عارفه تفتح معاه حوار ان هو يجي اصلا النادي ولا لا، وطبعا قدامه التجديد مع باريس سان جيرمان. حوار برشلونه بقى ده في حوارات اصلا من رئيس الاتحاد الاسباني وبتاع مع برشلونه وحوارات كبيره كده، والراتب بتاعه ممكن كمان ما يكملش مع برشلونه يجيبوا له. لكن بقى على ليونيل ميسي التضحيه اذا اراد ان يرجع لبرشلونه بالفلوس والراتب اللي هياخدها من نادي برشلونه. والحوار كبير الصراحه قوي قوي قوي، ولكن انا اختصرته في الكلمتين دول. في مش عارف ايه اللي هيحصل ما بين يعني الاتحاد الاسباني مزنقها قوي مع برشلونه يعني الصراحه. يعني فهنشوف اللي هيحصل. هل ميسي سيعود الى برشلونه؟ انا اظن اذا تمت والاتحاد الاسباني سلك مع برشلونه كده وبرشلونه عرفت تسلك، اظن ان ليونيل ميسي هيرجع تاني لبرشلونه. لان ليونيل ميسي خلاص يا جدعان يعني واحد ختم الكوره خلاص، يعني يرجع ايه يعني ياخد رشانات بسيطه ويعتزل بقى في بيته؟
ويبوس ايده وشه وظهره كده انتهت يا جدعان. ده رأيي عن الحوار بتاع عودة ليونيل ميسي، وكان رأيي عن الكلاسيكو اللي ورا ده. فبكده اكون خلصت الفيديو. مش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس ليوصل الفيديو ده ل 50 لايك. تروح على تويتر بتاعي تعمله فولو هناك وتظهر حساباتي عندك اخر الفيديو، وهسيبها لكم في لينك الوصف. واستنوا الفيديوهات الجديده واجدد. انا قبل ما اقول سلام، يلا يا جدعان بقى 140 على 2000 سبسكرايب يا جدعان بقى، خلصونا بقى يا جدعان والله كده مش نافع. والسلام.